عروب، طبعا محطة تاريخية في الانتخابات العامة لبريطانيا. سوناك يكافح وستارمر يتطلع للنصر. هل تضعين أكثر في الصورة من داخل بريطانيا؟ جزال، يعني بالفعل انتخابات تاريخية ستكون حسب التوقعات وحسب استطلاعات الرأي، ستكون لحزب العمال وحزب المحافظين، يبدو أنه في ورطة. طبعا الصمت الانتخابي بدأ مع فتح صناديق الاقتراع الساعة 7 صباحا اليوم ويستمر حتى الساعة 10 مساء. طبعا نحن أمام مركز اقتراع هنا في وستمنستر في قلب لندن. هذه المنطقة التابعة لدائرة وستمنستر ولندن الانتخابية. يعني المثير بالاهتمام في هذه المنطقة بالتحديد التي نتواجد فيها بأنها من أكثر الدوائر الانتخابية تنافسا بين الأحزاب الرئيسية، بين حزب العمال والمحافظين. طبعا هذه المنطقة هي عادة ما تكون تحت حكم المحافظين، ويمكن أن نراها لأول مرة في التاريخ تذهب لصالح حزب العمال، أي منذ تأسيسها في عام 1950. طبعا هذه الانتخابات يعني أظهرت مفاجأة كبيرة أو تغيير كبير بين الأحزاب السياسية. حسب استطلاعات الرأي، حزب العمال في طريقه للحصول على أغلبية ساحقة، على الحصول على حوالي 430 مقعد في البرلمان، وحزب المحافظين يعني قد يخسر حوالي 270 طبعا مقعد في البرلمان. استطلاعات الرأي هذه عادة ما تكون دقيقة، وقد تكون النتيجة فارق ضئيل. نعم عروب، كما تفضلتي وذكرتي استطلاعات الرأي ترجح بأن حزب العمال سيحقق فوزا مدويا، ولكن ما هي الأسباب الرئيسية التي جعلت المواطن البريطاني يعزف عن حزب العمال غير البريكزيت؟ طبعا يعني هناك فقدان للثقة بحزب المحافظين الذي يعني هو يحكم البلاد منذ عام 2010، أي منذ 14 عاما. إذا نظرنا بالأرقام، يعني أداء حزب المحافظين خلال السنوات الماضية، هو عين 5 وزراء أو رؤساء للوزراء في خلال هذه المدة. كان هناك حوالي 7 وزراء مالية، 8 وزراء خارجية، 8 وزراء داخلية، و13 وزيرا للثقافة. هذا التغيير المستمر في شكل الحكومة يعني كان ضربة بالنسبة لحزب المحافظين، ويبدو أن الناخب البريطاني استاء من الفوضى السياسية التي لحقت بحزب المحافظين خلال السنوات الماضية، ناهيك عن بعض الفضائح التي تورط بها حزب المحافظين. طبعا حزب المحافظين القاعدة، قاعدة الناخبين، يعني هناك العديد منهم انشقوا عن حزب المحافظين وذهبوا إلى أحزاب أخرى. أيضا يعني بروز حزب مثل حزب الإصلاح ساهم أيضا في فقدان المحافظين لبعض ناخبيهم الذين يعني هم محبطون من أداء حزب المحافظين، توجهوا إلى حزب الإصلاح. هذا حزب يميني شعبوي يمثل أقصى اليمين هنا في بريطانيا، ووعد وعد بتحسين بعض الأمور التي لم يستطع حزب المحافظين يعني تحسينها. يعني يبقى السؤال اليوم، كل هذا التغيير في لندن أو في بريطانيا انعكاساته على مستقبل البلاد، ما هو التغيير المتوقع؟ يعني هناك عدة ملفات يتم يعني الحديث فيها. طبعا الملف الأساسي الذي يهم الناخب البريطاني هو ملف الضرائب. طبعا حزب المحافظين قال بأنه سيحاول أو سيخفض من الضرائب على المواطنين وعلى الموظفين والعاملين. حزب العمال قال بأنه لن يرفع الضرائب، ولكن سيزيد من ضريبة، مثلا من الضرائب على المدارس الخاصة، سيلغي نظام الإعفاءات الضريبية على غير المقيمين، على البريطانيين غير المقيمين هنا في بريطانيا، وطبعا يعني زيادة الضرائب على شركات النفط.
هذا ملف. هناك ملف الهجرة أيضا، الحزبان الرئيسيان العمال والمحافظين يتفقان على أن على وجود تخفيض عدد المهاجرين في البلاد، لكنهما يختلفان على آلية التنفيذ. حزب العمال مثلا يريد إلغاء مشروع قانون رواندا، وقال بأنه سيقوم بذلك في حال فوزه بالانتخابات. حزب المحافظين يريد أن يرى المهاجرين غير القانونيين في طائرة إلى رواندا بحلول هذا الشهر، لذلك هناك اختلاف كبير فيها في آلية التنفيذ في هذا الملف. هناك ملف أيضا الشرق الأوسط، طبعا حزب العمال قال بأنه يريد الاعتراف بدولة فلسطينية. حزب المحافظين تكلم عن أنه يعني يريد أن يرى عملية سلام أو تفاوض تؤدي إلى الاعتراف بدولتين. هذه بعض الملفات التي يختلف فيها الحزبان الرئيسيان العمال والمحافظين. طبعا مع بروز أحزاب ذات ثقل سياسي أقل لها يعني وعود أخرى، وهي التي كان لها نصيب من حصة بعض الناخبين الذين استاءوا من أداء حزب المحافظين، وأيضا استاءوا من بعض مواقف حزب العمال، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين. شكرا لك لكل هذه الشروحات المسهبة التي تثري المشاهد. شكرا لك عروب لهذه المشاركة معنا من لندن، مراسلة الحدث عروب عبد الحق.